ويمكن اللقاءات النهاردة مكثفة مع أصحاب المؤسسات العالمية اللي في صناعة السيارات. والحقيقة يعني كان هناك عرض هذا الأسبوع من أحد هذه يعني المصانع الكبرى، واللي عرض إن هو لغاية 27 هيوطن تصنيع 6 موديلات سيارات جديدة داخل مصر. يعني لغاية 27 هيبقى بينتج 6 موديلات تباعا جديدة، منهم السيارات الكهرباء، وده شيء مهم جدا بحجم إنتاج كبير هيبقى جزء منه يغطي السوق المحلي وأيضا يبدأ يصدر للخارج، وده شيء مهم قوي للصناعة المصرية زي ما بكلمنا. وحنجتمع تباعا مع عدد كبير من رجال هذه الصناعة، صناعة السيارات. أيضا كان صناعة المحمول، ودي طبعا شيء مهم جدا. احتياجات السوق المصري سنويا 20 مليون جهاز، نهاردة احنا يمكن واصلين لحوالي انتاج 11 اكتر من 11 مليون جهاز، وفي مشروعات هتتفتح في خلال الشهور القليلة القادمة هتخلي الانتاجية تصل الى 17 مليون جهاز. ولكن اللي انا طلبته الحقيقة من السادة الوزراء ان احنا نضع خطة مش طموحة، خطة قادرين ان احنا ننفذها، ان تصل هذه الصناعة في مصر الى اكتر من 100 مليون جهاز سنويا. ده يمكن هذه الصناعة من خلال الشراكات اللي بتحصل النهاردة مع المصنعين الدوليين، واحنا الحمد لله بقى عندنا 4 من أكبر 5 مصنعين على مستوى العالم بقى فتحوا مصانع في مصر. فاحنا النهاردة اللي بنعمله معاهم ان احنا نشجعهم على ان هم يضعفوا كميات الانتاج ويبدأ جزء منها يوجه الى عملية التصدير. فبالتالي انا حطيت معاهم مستهدف ان نصل الى 100 مليون جهاز سنويا، بحيث ان يبقى جزء يعني 25% منهم تغطي الاحتياج المحلي والباقي كله يبقى بغرض التصدير، وتوضع الحوافز لهذه الصناعة الواعدة بحيث تبقى نضع لها الحوافز اللي تشجع هذا الموضوع. ايضا في قطاع السياحة، وهنا لو ناخد بالنا انا بتكلم قطاعات مهمة جدا للدولة المصرية، قطاع الصناعة ومدى كلنا يعني ايماننا باهميته، ايضا قطاع السياحة هناك يعني اجتماعات كبيرة جدا لتحقيق المستهدف بالوصول ل 30 مليون سائح في لغاية سنة 2030. والنهاردة ان احنا ازاي نضاعف الغرف الفندقية، وكان في اجتماع مهم جدا مع السيد وزير السياحة وزير الاسكان ووزير الاستثمار، والنهاردة حاطين خطة محددة لتفعيل هذا الموضوع. وكان هناك زيارة هذا الاسبوع لمنطقة الاهرامات وهضبة الاهرامات لتطوير الهضبة وتحسين الزيارة اللي بيقوم بيها السياح لمنطقة الأهرامات. المنطقة الأهرامات دي من أعظم المناطق الأثرية على مستوى العالم إذا ما كانتش أعظمها، ولكن يعني الحقيقة بيصل لنا إن تجربة السائح بتبقى في هذه المنطقة أحيانا مش تجربة مرضية من خلال بسبب بعض المشاكل. ناقشنا هذه المشاكل وتم التوجيه للسيد وزير السياحة مع محافظ الجيزة ان هم يتحركوا بصورة عاجلة جدا 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 لحل هذه المشكلة، علشان نرفع من كفاءة عملية الزيارة والانطباع يبقى انطباع ايجابي لكل السياح في هذا الشأن.